كلام محترم جدا. بص هنبعد شوية عن كرة القدم لكن أكيد هنرجع لها مرة أخرى. خلينا دلوقتي نروح لملف برضو مهم جدا، هو قرعة كأس أمم إفريقيا بس لكرة اليد اللي هتقام بإذن الله النهاردة. البطولة هتلعب في مصر يناير بإذن الله 2024، وأعتقد ده أمر جيد إلى حد ما إن أنت بتلعب بطولة كبيرة زي دي على أرضك، دي نقطة أولى. لكن إحنا عندنا برضو أبطال، أو أنت بتتكلم إحنا أبطال آخر نسختين من البطولة، فده أمر أيضا تاني. المنافسة هتكون صعبة، هتكون صعبة، أنت بتتكلم بين 16 منتخب، الفايز طبعا بيتأهل بعد كده لأولمبياد باريس، وأعتقد كل المنتخبات عينيها على أولمبياد باريس. نتمنى يعني بإذن الله منتخب اليد يحصد اللقب ويتأهل لدورة الألعاب زي منتخبات القدم والطايرة عندنا. وخليني برضو أقول لحضراتكم يعني نظام البطولة هيكون ماشي إزاي. بيتم تقسيم المنتخبات ل16 على أربع مجموعات، بتضم في كل مجموعة أربع منتخبات، وبتلعب مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد، بيتأهل بعد كده الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية، وبعد كده بداية من الدور ربع النهائي بتقام بقى المباريات بنظام خروج المغلوب، حتى المباراة طبعا النهائية زي ما احنا متعودين. فتاني بالتوفيق لمصر، هنا هنتكلم بس تنظيميا وتنافسيا بإذن الله.